الشمس والقمر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. كان صلى الله عليه وسلم غزير الشعر، يصل إلى أطراف أذنيه ومن الظهر إلى أكتافيه، ولم يبقى في شعره شيء إلا شعرات معدودة. صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، قريب وقابع الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكرانين، كثيف اللحية، وكانت بشرته بيضاء الحمر. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم على جسده خاتم النبوة بارزا عند كتفه الأيسر، وكان أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشي الذي يحشر الناس على قدم، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يكن فيه كبر ولا مط على رفع قدره وعلو منزلته، يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرؤوا القرآن ولم يقل صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان كثير العفو الصفح، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم هو بابن 63 عام، قضى منه 13 عام مكة في الدعوة وعشرة في المدينة. صلى الله عليه وسلم.